مرة ثانية معاكم في البوسنة في السوق القديم في هذه الأجواء الجميلة مع هذه السماعة. أتكلم معاكم عن فيلم هندي اسمه بار بار ديكو. मैं सोचता था जिंदगी एक सिंपल सी इक्वेशन है. जय प्लस दिया इक्वल्स लव. فيلم بار بار ديكو هو من إنتاج المخرج والمنتج الكبير كارن جوهر. طبعاً فيلم هو يتكلم يعني بصفة أنه يكون فيلم رومانسي واجتماعي وكوميدي أيضاً من حيث الدعاية الموجودة فيه. طبعاً هل سؤالي السينما الهندية محتاجة أن تكون مقلدة للسينما الهوليوودية؟ هل السينما الهندية يجب أن تكون سينما مغايرة؟ كل هالأسئلة جوابي عليها طبعاً نعم، يحتاجون للمغايرة ويحتاجون للجدية ويحتاجون للتجديد. لكن أنا أعتقد عامر خان اللي هو كان مفروض يكون دور البطولة في هذا الفيلم سيرفض ذلك، لأن عامر خان يريد التغيير، يريد الأشياء الجديدة، لكن مع البهارات الهندية المعروفة أو الشكل الهندي المعهود عليه، سواء كان بالأغاني أو سواء كان بالأحاسيس المشاعر. الفيلم اللي راح أتكلم عنه اللي هو بار بار ديكو فيلم مقلد جدا للأفلام الهوليوودية من حيث الفكر. الفكر عالي جدا، نعم الورق تقرأ تحس أنه سيناريو قوي جدا وقصة جميلة جدا، لكن عند التنفيذ ماذا حدث؟ قصة تتكلم عن شو؟ تتكلم عن شخص اللي هو في مقتبل العمر يحب بنت كانوا مع بعض من أيام الطفولة، عندما يكبرون يعيشون مع بعض ويلعبون مع بعض ويمرحون مع بعض ويغنون مع بعض ويرقصون مع بعض. وقت الزواج ماذا يحصل؟ الرجل هذا يعني تجي الفكرة ويقول يا أنا بروح بريطانيا وبصير بروفيسير، فالزواج هذا راح يعرقل حياتي المهنية ومستقبل المهني، فلذلك يرفض الزواج ويكسر قلب البنت هذه أو العروسة اللي هي تمثل دورها كاترينا كيف. وفي نفس الليلة البطل اللي هو سيدارت مرهوترا يشرب البيرة، وبعد شرب البيرة يفقد الوعي ويذهب إلى ماذا؟ سنتين إلى الأمام في شهر العسل، وبعدها بيوم يذهب إلى أين؟ يذهب إلى 5 سنوات إلى الأمام وعنده طفل أو زوجته حامل، ويذهب بعدها بيوم إلى أين؟ إلى العمر 40، يعني سنة عمره 47 سنة أو 46 سنة، وبعدها بينام يروح إلى أين؟ يروح إلى الفترة الطويلة اللي هي العمر الهرم أو العمر الكبر في السن، يعني بعد مرة ثانية ينام ويرجع لسن الشباب. الأفلام الأمريكية اللي عملتها نفسها المواضيع هذه شفناها في هذا الفيلم الهندي. لكن المشكلة في هذا الفيلم الهندي التعمق جدا سيء وجدا بسيط وممل. أنا أشوف الفيلم نعم فيلم مختلف لكنه فيلم ممل، مش مثل فيلم بيكي مختلف كان لكنه فيلم جميل، فيلم بدلابور مختلف أيضا عن السينما الهندية لكنه فيلم أيضا جميل، لكن هذا الفيلم مختلف بس مشكلته أنه فيلم ممل. المخرجة نيها مالهوترا يعني حاولت بقدر المستطاع أن تعمل فيلم جديد لكنها أخفقت في إخراج المكنونات التمثيلية، سواء في كاترينا كيف للأسف لحتى الآن استعراضية، لحتى الآن إغراء، لحتى الآن ميك اب، يعني ما شفت فيها تمثيل إلا في فيلم نيويورك في سنة 2008 ولحتى اليوم هذا ما شفت منها أي تمثيل. وكذلك الفنان سيدارت مالهوترا ممثل جيد، وكون الدور هذا الدور الرئيسي له لكن في هذا العمل لم يجيد هذاك الدور المعهود عليه، وكان دوره جدا بسيط بحيث انه حتى يوم يتفاجئ يدخل الفيوتشر ويدخل المستقبل اشد انتباهي لذلك المشهد ولم اراه كشخص متفاجئ للمستقبل. ممثلين ثانويين ادوارهم جدا بسيطه وعاديه جدا، لكم يتكلم بطريقه مباشره كيف الانسان لازم يعيش حياته في اليوم واللحظه اللي هو عايشها، وكيف يقدر يصلح الأمور اللي موجودة في حياته سواء كانت الزوجية أو العائلية أو مع أسرته. الفيلم بسيط جدا من حيث الإخراج، وللأسف أيضا التقنيات اللي استخدموا فيها نعم تقنيات عالية لكن أنا شفتها ما لها أي داعي، ولدرجة أن في بعض التقنيات تحس أنك أنت في سنة 3000 وليس في نفس السنة اللي راح يسوون فيها كأس العالم في الدوحة.
والفكر جدا كان جدا جدا عادي وبسيط ومبسط في هذا الفيلم. لذلك ايضا في مشكله في الفيلم هذا انه في نهايه الفيلم على اساس انه يرجعونك للمستوى الهندي والمستوى اللي يفرحك حطوا لك اغنيه المشهوره وانتهى الفيلم عليها والناس ضحكت وطلعت من السينما. الفيلم جدا بسيط وجدا عادي وانا اعطيه هذا الفيلم في نظري الخاص 2/5. الأغنية سبسكرايب لايك شير، نحن معاكم في البوسنة، تحياتي حمد الرياضي.